نفى مسؤول في وزارة الداخلية بإقليم كردستان الأنباء التي تحدثت وجود عراقيل لدخول سياح من وسط وجنوب العراق إلى مدن الإقليم وأضاف بل على العكس فقد وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ووزارة الداخلية وكافة المؤسسات المعنية بإبداء كافة التسهيلات للزائرين من محافظات وسط وجنوب العراق واستقبالهم بأحسن صورة ونشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي دعت أنها لسيطرات بمداخل مدينة أربيل عاصمه الاقليم حيث قصدها السياح بالالاف لقضاء عطله العيد مع الاشاره لتعرضهم لمضايقات